كبر أيمن، لم يعد كما في السابق ينتظر رمضان من أجل الفانوس وغيره من التفاصيل التي تمتاز بها مصر بعدما تبدل الحال وأصبح الطفل أبا. عندي واحد منه صغير بس عاوز أجيب لعيالي للبنات اللي هو شقة البطيخ المدور ده. الثلاثيني أيمن خطاب يعمل محاسبا. أول الشيخ محمد رفعت ما يبدأ يشتغل التهلات قبل الفطار والقرآن نروح نجري على الإيه؟ على البيت عشان نفطر. نفطر من هنا ونبقى بنتلهو الجري عشان ننزل بالفانوس. حتى واحنا عيال صغيرين كان مهم قوي ان احنا نقف نعمل زينه، والزينه دي احنا اللي كنا بنعملها في البيت، يعني كنا بنجيب الجلاد الملون والدباره والسمر ونقعد نعلقها، وكان بنشترك كلنا في حاجه اسمها كده صندوق صغير جميل قفص كده ونعمله زي مسجد نقعد نغلف فيه، وبعدين نجيب فيه راديو ترانزستور وسماعه ونوصله ونشغل فيه قران مثلا، نشغل فيه حاجه. ده كان بالنسبه لنا حاجه يعني يمكن ما صورناش الكلام ده واحنا صغيرين، ما كناش فاهمين ان ده مش هيبقى بعد كده حاجه دايمه او هيبقى تراث. يعني للشارع في حياه ايمن وغيره الملايين ذكريات كثيره كالزينه والالعاب والمسحرات، لكن البيت هو الاخر لا تقل الذكريات فيه. لنتعرف. سلمى زوجة أيمن مدرسة، لهما من الأطفال اثنتان، يحاولان غرس ذكريات الطفولة فيهن مع حلول شهر رمضان. كل سنة وانت طيبة يا ماما. عملنا قدرة فول، تمام، عملنا لها اكتيفيتي بكورة وفويل وكده، ان احنا بناكل، ان الفول ده مرتبط ان احنا بناكله دايما في السحور. عملنا مدفع رمضان، مع ان هي مش متصورة ايه المدفع ده، يعني ايه فايدته، بيعمل ايه، وبرضه بنقعد نسمعه في الإذاعة أو كده قبل وخليها تسقف. بحاول أربطها بالكلام ده، بحاول أخليها تعمل قطايف مثلا، إن القطايف دي هناكلها في رمضان، وهي بقت تشوفها دلوقتي تعرفها ومن وهي صغيرة. والدتي الله يرحمها تدي للجارة حاجات من اللي إحنا عاملينها، وفي نفس اليوم ده تلاقي الطبق ده راجع لك تاني ومليان حاجة من اللي هم عاملينها. ده زمان، قول لي دلوقتي موجود من الكلام ده فين؟ القناة التانية كان زمان بتجيب توم أند جيري قبل الفطار. معرفش برضو الناس فاكره الكلام ده ولا، احنا كنا نقعد نتفرج عليه، وبعد الفطار الفوازير، ولما كبرنا بجيب دلوقتي في قناه زمان اللي هي القناه اللي بتجيب الحاجات القديمه، لسه بقعد اتفرج على فوازير نيلي وشرهان وعمو فؤاد اللي هي الفتره بتاعت الفطار بحبها. ما مش مستمتع قوي بفكره المسلسلات. لا ينسى ايمن هذا الفانوس ولا ذاك، فكلاهما اشتراهما له والده في فتره طفولته، وكل منهما له حكاياته التي يسردها على أطفاله. البنات ما بجيبلهمش فوانيس من الجديدة المودرن الصيني اللي هي على شكل شخصيات عالمية أو أشكال، أو ما بحسش إن ده تراثنا ودي عاداتنا وتقاليدنا، يعني مش ده رمضان بتاعنا. 30 يوما من الشهر الفضيل كانت تمر على أيمن في أثناء طفولته كالحلم، ما بين فريضة الصوم دون تذمر ومسلسلات الأطفال وقت الإفطار واللعب بعده. تعد هذه الفترة بحسب أيمن من أجمل المحطات التي يحب الغوص فيها ليبحث في صورها بين خياله. كريم شيخ، الغد.